تعرفوا يا أولاد، قبل ما أقابل أمكم اتعلمت درس مهم قوي وحابب اللي أنا أقوله لكم. إحنا مش عايزين نعرف. ده درس مهم ولازم تعرفوه. إيه يا بابي جو المدرسة ده بقى؟ إحنا خلصنا. الدرس المهم اللي أنا اتعلمته إن الحياة فيها مشاكل كتيرة جداً، أكيد أنتم مش فاهمين ونفسكم تفهموا. مين اللي قالك كده؟ إحنا مش عايزين نفهم. باين عليكم الغباء، عشان كده هحكي لكم. قول والله. بس بس الفقرة بتاعتي هتبدأ، اسكتوا. ولا احنا نتفرج بجد ولا ايه؟ للأسف صاحبتنا ولازم نجامل. على فكرة سامعاكم انتوا الاتنين، ولازم تفهموا كويس قوي ان انا كل الناس بتتفرج عليا وبتتابعني وبيستنوا الفقرة بتاعتي كمان. يستنوا ايه؟ لما في بني آدم جه يسلم عليك. طب اسكت انت، اسكت شادي، اتفرج على الفقرة دي هتعجبك قوي، اتفرج. بقول لك يا استاذ شادي، برشلونه هتلعب ريال مدريد دلوقتي وانا محرج اقول لها ان مفيش حد عايز يتفرج عليها. اقسم لك بالله انا محرج اكتر منك. بقول لك ايه يا انسه بسمه، انا اسف يعني، بس برشلونه هتلعب دلوقتي والناس كلها عايزه تتفرج على ميسي. ايه ده يا سيد؟ طب بالذمه يعني يا سيد، مين اهم، انا ولا ميسي؟ ميسي ده انت اللي ميسي. ميسي يا سيد. الفقرة هتبدأ، اتفرجوا. أنا حابة أعرف من حضرتك إمتى بالظبط فتحت شركة ولاد الحلال؟ من حوالي 3 شهور، وخلال هذه الفترة الوجيزة قدرت أجوز حوالي 700 شاب وفتاة، وكل ده طبعا بفضل الطريقة الجديدة اللي أنا ابتكرتها. يعني حضرتك ابتكرت طريقة جديدة، طب ممكن نعرف السادة المشاهدين إيه هي الطريقة دي؟ طبعا، ده أنا كان نفسي من زمان أطلع للسادة المشاهدين على التلفزيون وخصوصا العزاب، علشان اقول لهم ان طريقتي الجديده المبتكره هتحل كل مشاكلهم. ما تخلص يا عم الرغاي. وده كله طبعا عن طريق حاجات بسيطه، يعني انا بعمل تقييم بالارقام لكل شاب وفتاه يجوا لي، يعني بجيب شويه ارقام وبدربهم وبقسمهم وبطرحهم من بعض كده، في النهايه بعمل حسبه كده بسيطه بتخلي كل شاب وكل فتاه سعيده في حياتها. وحضرتك لحظه، انا هوريكي امثله كده بسيطه. دي أمثلة بسيطة على الجوازات اللي أنا جوزتها، وكلهم سعدة زي ما أنت شايفة كده بالظبط. وبالمناسبة العصير ده كادو من عندنا. ولا إحنا لازم نروح البتاع ده. لا روح أنت، أنا خلاص زهقت من التدوير على واحدة ارتبط بيها. تزهق وأنا معاك يا جزمة؟ أنا زهقت بسببك أنت أصلا. أيوة يا ماما، أنتوا سايبيني لوحدي من ساعة ما سافرتوا. لا 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 لا، اخاف مين؟ انا ما بخافش خالص يا حبيبتي، انت بنتك بميت راجل. حاضر يا ماما، هقفل الغاز وانا نازله، وهقفل الشباك وهقفل الباب. هو احنا حلتنا حاجه عشان نتسرق يا ماما؟ خلاص يا حبيبتي، اوكي، يلا محمد رسول الله، باي باي. عسل والله ماما، دي عسل. انا خايف. ايه اللي انا سمعته دلوقتي حالا ده؟ لا لا، انا مش هخاف خالص، مش هخاف، مفيش حاجه تخوف. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده يا ماما؟ وجول يا كريم يا معذبهم. ده كريستيانو، ده علي سلمان. ايه في ايه؟ ايه في ايه؟ كريم الحقني، مصيبة، كارثة، كارثة كبيرة يا كريم، دي مصيبة. ايه في ايه المصيبة؟ بقولك في كارثة يا كريم. ايوه عرفت ايه، خش في الموضوع. في فار عندي في البيت. انت عاملة الفيلم ده كله عشان عندك فار في البيت؟ ايه تعلقتك معايا؟ كريم بقولك فار شكله غريب كده وخين ومكربز ومالوز وشبه القطة. ايه، هو قطة ولا فار؟ كريم ممكن تسيب ده وتيجي معايا دلوقتي حالا على البيت؟ طب اخلص الجيم ده وابقى اعفن شبشب عندي، اقتلك الفار اللي مضايقك ده. كريم بقولك سيب ده دلوقتي حالا وتعالى معايا. ما تروحي يا اختي تقولي لابوكي يعمل حاجه مفيده وقت الفار ده. انا مش قلت لك من الصبح ان بابا راح يعزف واحد قريبنا، ولا انت ما بتركزش في الكلام اللي انا بقوله خالص؟ خلاص خلاص، طيب حاضر. وانت لوحدك في البيت؟ ايوه انا لوحدي في البيت. وتخبي عليا حاجه زي دي؟ وهتفرق معاك في ايه لو انا لوحدي في البيت ولا لا؟ كريم حبيبي، انت في حاجه مهمه لازم تفهمها، ان انت زي اختي بالظبط. طب يلا يا اختي.
سابت الناس من اولها كده. لو ابوكي جه وقفشنا هقول له اللي انت اللي جايباني. الجمله ده يا كريم ده بدل ما تدافع عني قدام اي حد غير ابوكي، ده غبي وقضي طرشه. يخرب بيت شجاعتك، خش شوف الفار. شفت شجاعه ولا تعرفي شجاعه؟ فين الفار اللي مضايقك ده؟ بص يا كريم، انا كنت سامع صوت من الناحيه دي، يعني من هنا. نشوف انت فين يا كلب يا جبان. لا لا، قدام شويه، بص في الكورنر. مفيش اي حاجه يا حبيبتي، دي تهيؤات. يا سعيد بعد اذنك افتح اللوك ونزلني. افتح اللوك ونزلك ايه؟ انتوا من ساعه ما ركبتوا انتوا عمالين تتخانقوا، ما تخلصونا بقى. خلاص يا سعيد، خلاص حقك عليا، انا خليها عندي انا المره دي. لا يا ست بس، ما فيش مشكله، انا كده كده العداد شغال، يعني ما عنديش مشكله. عداد؟ ايه الاستغلال ده؟ الله، شادي انت ليه بس يا شادي مش راضي تيجي معانا شركه ولاد الحلال؟ يا بسمه، دي شركه جديده فاتحه يا دوب بقالها 3 اشهر، يعني انتوا الاثنين بتجربوا فيا. يا 3 اشهر ده زمن، قرار الجواز ده انت بتاخده في لحظه، زيه زي اي حاجه غلط بتعملها في حياتك. شفتي حاجه غلط؟ ما تهدى يا عم هيثم، غلط ايه دلوقتي؟ احنا ما صدقنا جبنا التاكسي. اللي ما صدقنا جبنا التاكسي، وانت جايباه مكان مشبوه. مش قصدي، انا قصدي يعني ان احنا اقنعناه بالعافيه يروح معانا شركه ولاد الحلال. ليه بقى؟ عشان احنا عايزين نجوزه. يبقى تحددي. وانت ايه يا ابني اللي مش مخليك عايز تتجوز؟ هو حد لاقي جواز اليومين دول؟ انا قررت ان انا اخدكم على شركه ولاد الحلال. انت بتكرر بالنيابه عني، وايه اخشاشك في خصوصياتي؟ انا اساسا انت تسكت خالص. شادي عشان خاطري ما تكسفوش، عشان خاطري انا. بسمه، انا مش هروح المكان ده، يعني مش هروحه ابدا. بص بقى، المره دي انا جايبك للمضمون، شركات الجواز دي من الاخر اسهل مكان تشقط فيه موزس. يا سلام. بص يا صاحبي المكان ايه؟ بص الصور. طب انا مش هتكلم. ايه ده يا جدع، تخش على الشركه من دول تشقط المزه، تاخد رقم تليفونها، تظبط كلامه وتعيش. نفسي مره واحده يا هيثم يطلع كلامك صح. اتقل يا صاحبي. هتقل. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا شباب. مساء النور. اهلا وسهلا. زهرك. انا ياسر صاحب الشركه. يا ترى اتاخرت عليكم؟ لا يا عمو، خالص. حضرتك لو اتاخرت علينا العمر كله يعني هنستناك. يا شادي، الحمد لله، احمد ربنا. عارف حضرتك، انا يعني نفسي اتجوز، ده استقرار. الضنا. اطلع بره. ايه بره؟ يا ابني انا بيجيني في المكتب هنا حوالي 50 شاب اسبوعيا، وكله فاهم انه هيصيع عليا، ويجي هنا بقى ياخد ارقام المزز ويظبط الكلام ويعيش حياته بقى بعد كده ويهيص. بالظبط يا فندم، ده نفس الكلام اللي هيثم قاله لي. بس يا جزمه يا فندم، انا نفسي في الاستقرار. يا سلام على الاستقرار. امشي اطلع بره. لا بقى، لا دي تبات، ولو ما طلعتش بره هتعمل ايه يعني؟ عند اهلك الرجاله بتوعي. تعبش نفسك يا فندم، انا اخرج حالا. يلا يا شادي. انت بره. شادي استنى. لا افهم بقى، ده استقصاد، من اول ما دخلت وانت بتعاملني وحش، ولو فضلت واقف قصادي هعاملك وحش اكتر واكتر. بره. خلي بالك من نفسك، اطلع بره. انت استنى. هاي هيثم، عملت ايه؟ دي عارفه الطبيعي بتاعي يا ماما. ايوه، يعني اللي هو ايه؟ اتطردت. انا نفسي اعرف، كل ما اخش مكان ليه الناس تطردني. مش عارفه، بس يعني مالك مستغرب كده ليه؟ هي اول مره؟ ما انت متعود على كده يعني. ايوه، بس برضه الواحد محتاج يحس يعني بالاحترام من حين للاخر. اشربي حاجه؟ لا انا هستنى شادي. المفروض ان انت راجل بتاعي وتنقذني، تقوم تطلع تجري يا كريم. ما انت الغلطانه يا رشا، انت قلتي ان هو فار طلع قفد. لا يا كريم، ده فار. لا قفد. فار يا كريم. قفد يا رشا، مفيش فار عليه شوك من بره، ومفيش قفد بيطلع يجري كده بسرعه زي الفار. خلاص نخش جوه ونعرف بنفسنا. نخش؟ لا يا حبيبي، هتخش لوحدك عشان افضل مستنياك هنا. خلاص استني ابوكي لما يجي وياكله. خلاص هخش. حاضر. انا هدخل معاك يا كريم. حبيبتي يا رشا. انت اكيد طالعة لشركة ولاد الحلال. عرفت ازاي؟ ولاد الحلال اللي زيك لازم يطلعوا لشركة ولاد الحلال بتاعتكم؟ نسيت اعرفك بنفسي، هيثم مدير الشركة. طب وياسر اللي قابلته قال انه مدير الشركة؟ مش اول شكوى تجيلي من الكلب اللي اسمه ياسر ده. بعد بكرة الصبح يترفض.
طب بما انك بقى المدير، انا عايزه فلوس اللي انا دفعتها. فلوس مين؟ انا جيت هنا ومليت السماره وقالوا لي هنجيب لك عريس، في الاخر جابوا لي واحد احول. احول؟ اه يجيبوا الموزه زيك واحد احول. وبما انك بقى المدير، انا عايزه فلوسي. خديهم من ياسر يا ماما. مش انت المدير؟ قدمت استقالتي. انتوا شكلكم شركه نصابه. الكلام ده تقوليه لياسر مش ليه. الله، كل واحد فيكم بقى هيرميني على التاني. اجيلك تقولي روح لياسر، اروح لياسر يقول لي اكلمك. انا مش هسيبك غير لما تديني فلوسي. ايه وليه؟ انت صدقتي ولا ده؟ انا بهزر معاك يا ماما. فلوس الناس واعراضها بقى هزار، وديني ما هسيبك. لا 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 لا، البدله البدله بروح. الحقوني الحقوني. لا 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 يا اخوانا، صلى الله صلى الله. لا ليش يا حبيبتي؟ انا بحمي ظهرك. يا عم احمي نفسك انت الاول. انت عندك شك في قدراتي يا حبيبتي؟ في قدرتك دي يا كريم عشان اشك فيه. ايه اهو لقيتك يا بايظ يا كلب. كلب يا جدع يا حيوان. كلب يا كلب. اه موته. على فكرة أنا قلبي انفتح لك خالص. وأنا والله العظيم. وبالنسبة لمشكلة الارتباط اللي أنت كلمتني عنها، إن شاء الله حلها هيكون على إيدي. يا ريت يا فندم، ربنا يكرمك. لحظة. اتفضل. إيه رأيك؟ لا يا فندم، مش عشان قلت لحضرتك يعني إن أنا مش لاقي واحدة تبقى أخرتها كده. أخرتها إيه يا ابني؟ آه عفوا، ده صورة والدي. بس إيه رأيك برضو؟ لا طبعا يا فندم، زي القمر طبعا ما شاء الله. لحظة. اتفضل يا فندم اتفضل. تا تا تا. دي بقى عصمت بنت خالتي، 25 سنة، بكالوريوس خدمة اجتماعية، رخصة 3 سنين، لا رشة دواخل ولا خواك. هي طبعا زي القمر، بس لو في حاجة على ابيض. في ان شاء الله. تا 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 تا. ده على ابيض؟ اه. دي بقى هند بنت عمتي. هو حضرتك فتح المكتب ده عشان تجوز قرايبك؟ الحقيقة هند ما فيهاش ولا غلطة. دي ما فيهاش ولا حاجة صح يا فندم، أنا عايز أتجوز عشان أخش دنيا مش أخرج منها. عموماً أنا عرضت عليك كل البضاعة اللي عندي. بضاعة؟ أنت ليه فجأة حضرتك قلبت تاجر فاكهة كده؟ لا بالعكس، بس البضاعة اللي عندي فرز أول، أنا جايب لك اللي على وش القفص. واضح إن أنت ما عجبكش حاجة، إن شاء الله عدى عليا وقت تاني في بضاعة جديدة جاية إن شاء الله بكرة. ده أنا أبقى قفص لو جيت لك تاني. ليه؟ ده هتبقى حاجة معتبرة. فرز أول؟ فرز أول. صباطة حلوة كده. اللي أنت عايزه. لا تا 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 تا، ده أنت زي الفل. هتعدى عليا بكرة إن شاء الله. إن شاء الله اسكان الفرز الأول كده، أمال الفرز التاني يبقى عامل إزاي؟ لا إن شاء الله هيبقى حاجة حلوة. السلام عليكم. مع السلامة، هتصل بيك بكرة. هاي شادي، قال لك إيه؟ قال لي إيه؟ وراني كل صور قرايبه، واضح إن هو بيحل مشكلة الجواز في عيلته بس. يا شادي، انا بكره هتصل بيك ان شاء الله، جايالي بضاعه حلوه قوي قوي، ما تخافش مش هنسى. يا ريت تنسى. البضاعه دي شفتها فين قبل كده؟ في سوق العبور. اتفضل. حاضر. شادي، يعني ايه بضاعه؟ هو انا ناقصك؟ فين هيثم؟ بتعمل ايه؟ طب والله العظيم بريء. بريء ازاي يا ابني؟ اذا كان انت متلبس ومعترف، انت مش اعترفت على نفسك ان انت مدير الشركه النصابه اللي نصبت على البيت دي؟ طب بص، انا هقول لك الحقيقه. يا ابني انت خلاص لبست قضيه نصب. يا فندم فرق كبير جدا، انا مش نصاب، انا عملت نفسي صاحب الشركه. ايه النصابه؟ لا يبقى انت كمان لبست قضيه انتحال شخصيه. يا فندم هو في حاجه عايز تلبسني اي حاجه وخلاص ولا ايه؟ انا كل اللي عملته اني عكستها. كمان كده؟ ده انت كده لبست كمان قضيه تحرش. طب انا هسكت بقى قبل ما تلبسني جنايه قتل. انت كمان كنت عايز تقتل؟ ده انت ليلتك سودا. حضرتك هو مفيش متهمين في البلد غيري؟ اتفضلي اقعدي يا انس. هي تقعد انت. لا حاضر يا فندم، تحت امرك انت تؤمر. الشركه النصابه ديت نصبت عليكي في قد ايه بالظبط؟ 200 جنيه وانا بملى الابلكيشن. تصدق انت ست مفتريه؟ عايزه تلبسيني 5 اواضي وتضيعي مستقبلي عشان 200 جنيه؟ انت تخرس خالص. على فكره يا فندم، الست دي كدابه عشان الابلكيشن ب 100 جنيه. انت تخرس خالص قلت لك. طب ادفع 200؟ اللهم طولك يا روح. طب 250؟ 300؟ بصي
خدي المحفظه كلها وسيبينا اروح لامي. انت متاكد ان انت موتته يا كريم؟ متهيألي كده يا حبيبتي. هو فار وانفد بس واخد من القطط ان هو بسبع ارواح تقريبا. هو فار ولا انفد؟ فنقد. فنقد؟ يعني ايه فنقد؟ فنقد ده نتيجه علاقه غير شرعيه بين فار وانفد. طب كريم انت لازم تموته. الكائنات النادره اللي زي دي يا حبيبتي ما بتموتش. اتصرف يا كريم اتصرف. حاضر يا حبيبتي. من ايدك. تعالى. تعضني يا حبيبتي. يا خساره. ايه متضايقه عشان اتعضيت؟ الترنج بتاعي يا كريم. التحريات قالت انك بريء. قلت لك يا فندم، قلت لك من الاول وانت اللي ما صدقتنيش. انت صحيح طلعت بريء من تهمه النصب، لكن انت مش بريء من تهمه التحرش. خلاص انا مسامحاه. بجد مش عارفه اقول لك ايه. انت لمستيني. اه والله لمستيني. اه بس لازم تدفع الفلوس اللي انا دفعتها في الشركه النصابه دي. مالك في ايه؟ في انت بتقولي الشركه النصابه، انا مالي بقى بالشركه النصابه؟ خلاص ما تدفعش. افتح المحضر يا حضره الضابط. حضرتك كنت قلت لي انت عايزه كام؟ جهز لي قوه من الاسم عشان نروح نقبض على الشركه النصابه دي. انا لقيتك بقالك 3 ايام ما بتسالش، فقلت اسال انا. وطلبك موجود والبضاعه حاضره. بالله عليك بلاش بضاعه دي عشان بحس ان انا جاي اشتري خرده. وهو كذلك. لحظه واحده اتفضل. ابعت لي نواعم من فضلك. مين نواعم دي؟ اوعى تكون قريبتك. لا 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 بس دي حاجه ايه هتحل من على حبل المشنقه. انت جبت لي حبل المشنقه نفسه؟ خلاص وقعت يا نصاب. ابوض عليه. انا؟ ايوه انت يا حضره الضابط. فعلا الولد ده نصاب، لسه واخد مني 200 جنيه وقبلهم خد مني 200 جنيه. انا؟ ايوه انت. ده اللي نصب عليا. انا؟ ايوه انت. انا كنت شاكك فيه من الاول. ابوض عليه. انا؟ ايوه انت. واخد مني حضرتك على فكره 200 جنيه والبضاعه بتاعته بايظه. ما تقلقش من البضاعه كلها موجوده عندنا. ابقى تعالى معانا عشان تاخدها من الاسم. انا؟ ايوه انت. استأذنكم لحظة بس يا شيخ. اوف مش معقول يا جماعة اني خايفين من ده حاجة هبلة جدا. اوف قلت لكم انا مش فاهم في ايه. شكله قذر جدا يا جماعة. ده فنكر يعني. ده بيتحرك. ده ما ماتش. ده جاي علينا.